انه لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. ودلوقتي منورنا في الاستوديو وشرفنا اكيد استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع وكمان طبعا الناقد الرياضي الكبير. مساء الخير عليكم، منورنا وشرفنا النهارده. يا رب يخليكي، الشرف ليا. مساء الخير عليكي وعلى كل جمهور النادي الاهلي وكل شعبنا العظيم، شعب مصر. يا رب خليني في البداية طبعا أبتدي مع حضرتك مع لائحة نادي الأهلي اللي خلاص يعني انتهت لجنة المركزية من صياغتها النهائية وخلاص هي تقريبا جاهزة بنسبة 100% أن هي تطرح إن شاء الله على أعضاء الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر القادم. شفت تناول مجلس الإدارة للملف ده إزاي؟ الحقيقة الأول خليني أقول لحضرتك أنه ده يعني بيخرج من النادي الأهلي في العام 2018 ما يمكن أن يطلق عليه دستور للجمهورية الحمراء العظيمة دي. صحيح. اللي توافد عليها رجالات كل قدم ما لديه، والآن كابتن محمود الخطيب اللي الجمهور دايما بيشير له بمحبوب الخطيب ليس فقط على مستوى الجماهيرية ولكن أيضا أصبح محمود الخطيب واحد من العلامات المؤثرة كرئيس للنادي الأهلي لما طرح ما يمكن أن يطلق عليه دستور النادي الأهلي. صحيح. لعائلة النادي الأهلي اللي هو كان برنامج الكابتن، ومن ثم حصل عليها تداول مجتمعي. مش أقول بقى نقاش، تداول مجتمعي، لأن الكل سلمها للكل. وأنا أعرف ناس وأسر حتى مش أعضاء في أندية من أساسه كانوا بيجيبوها من على النت ويفحصوها جيدا. والأهم أن كل ما أطلق من تعديلات أو طلبات رآها المجلس منطقية. صحيح. أو عليها أغلبية، يعني في ممكن 50% من البنود اتغيرت. ما وصلوش 50%، لكن شوفي الديمقراطية كيف تستمر في النادي الأهلي أو يزيد حجم الاهتمام بوجودها في النادي الأهلي. صحيح. مع مجلس كابتن محمود الخطيب، عندما يتقدم 100 عضو ويجدوا من 70 لـ 75 عضو لديهم إصرار على تعديل، كان التعديل يتم وفورا. صحيح. دون حتى العودة للأداء اللي هم قايلينه من اللي كان مطروح. وبالتالي هذه هي عظمة الديمقراطية. صحيح. هذه هي عظمة أهلي الصناديق الزجاجية مع الكابتن صالح والكابتن حسن حمدي، وكان بينهما محمود الخطيب طبعا. وبالتالي البدايات تؤدي لهذه الأسطورة الحمراء. صحيح. اسما كنادي الأهلي ونجما بحجم محمود الخطيب. وبالتالي هنا الحوار المجتمعي استمر بقى، مش بقى التداول والتناول. ذهبت يعني الكتيبة الحمراء لتخاطب الجهات الرسمية والعمل الأهلي. صحيح. وبعض مراكز الشباب على فكرة سحبت نسخ وطبعوها على حسابهم لمناقشتها، يقولك إيه مدام الأهلي عارض اللائحة دي فقد تصلح أيضا دستور لينا في مراكز الشباب الطيبة البسيطة في قرى مصر. صحيح. ونجوعها. وبالتالي أنا شايف أنه ده عمل مثال يحتذى به، غير مسبوق، مثال يحتذى به، وكل الفخر للأهلوية لما فعلا يقولوا على اللائحة هي دستور بحجم يعني لو قلنا عائلة الأهلي، لأنه ده كان عنوان البرنامج، لا كمان ده لشعب الرياضة وأيضا لشعب النادي الأهلي. طيب عايز أسأل حضرتك، هل كان ليك ملاحظات شخصية على اللائحة اللي اتطرحت في الأول؟ هل مثلا كان في بنود أنت قلت لا من الأفضل أن هي تتعدل أو تتغير؟ في بس اللي هو الحاجات الإداريات يعني، وفي ورشة العمل اللي عملناه وزميلي وصديقي العزيز الكاتب الصحفي الإعلامي الأستاذ إبراهيم منيسي رئيس تحرير المجلة طبعا ومدير تحرير الأخبار كان بيقود القعدة يعني. قعدنا واتكلمنا وخدنا ودينا معاهم مجموعة من الزملاء الكبار الصحفيين، وكان معانا هذه القامة والهامة باعتباره كمان رجل دائما يفخر انه زملكاوي، الاستاذ محمد سيف اخويا الكبير وصديقي الغالي يعني. تداولنا فكره تعريف مثلا النادي الاهلي، بعض الجمل اللي تعمل ضبط في الاداء. انا تحديدا لدي رؤيه محدده في فكره شركه كره القدم، لكنها مش في عظم دستور النادي الاهلي او لائحه النادي الاهلي اللي ناقشتها عائله النادي الاهلي. دي حاجه محتاجه ان شاء الله
مع اكتمال يعني الأمر الأهلاوي برضا الناس عن اللائحة، لأنه يكاد يكون خلاص هم قالوا نعم قبل التصويت الرسمي يعني يوم 28 سبتمبر. ده بقى ممكن يناقش من خلال عملنا احنا كإعلاميين وعمل مجلس الإدارة كمجلس منوب عن الجمعية العمومية بإدارة شؤون النادي. توقعاتك إيه بقى للجمعية العمومية الغير عادية يوم 28 القادم؟ هي نفس التوقعات في الانتخابات الماضية، يعني أن الأهلي على أعتاب يعني قرن جديد بملامح جديدة، أنه جمعيته العمومية هي مصدر التشريع وجمهوره وحماه، لأنه هتلاقي الجمهور، وأنا لسه قايلها لحضرتك في نص الكلام، أنه بتتداول ناس مش أعضاء، فيبقوا مين؟ يبقوا الجمهور العظيم صاحب كل يقين عن كبارة النادي الأهلي، وبالتالي أتوقع إقبال غير عادي، لأنه في النادي الأهلي دائماً الشعب يحكم، اللي هو الجمعية العمومية والجمهور اللي وقف يوم الانتخابات وكان بيقول جملة غريبة جدا دون إملاءات، كان بيقول لأعضاء الجمعية وهم في طوابير، وقتها طبعا كان التنظيم مش مرضي، يعني كان بيقول لهم احنا شركائكم، انا بقول لحضرتك نصا احنا شركائكم، اختاروا القايمة اللي بنحلم معاها بأهلي تاني، انتوا اعضاء لكن احنا جمهور النادي الاهلي. صحيح. احنا سبورة النادي الاهلي، وبالتالي اعتقد انه نفس المشهد سيتكرر، واعتقد انه بكثافة اعلى، لانه النظام المرة دي هيبقى مختلف الدخول والخروج. يعني انا متفائلة طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا بقى بعيدا عن لائحة النادي الاهلي نروح لدستور النادي الاهلي. دستور النادي الاهلي طبعا ده تشبيه شعبي فعجبني جدا، يعني صحيح صحيح صحيح. خلينا نروح بقى لفريق الكورة واللقاء القادم ان شاء الله قصاد ورويا كوناكري الغيني بدوري ابطال افريقيا. خلينا الاول نتكلم عن المباراة اللي فاتت، شفت النتيجة، نتيجة التعادل السلبي دي نتيجة خادعة؟ خادعة بمعنى انه الاهلي يعني كان يستحق يفوز، ولا فخ انه الفريق فخ. لا ما اعتقدش. كارتيرون والذين معه في الجهاز والفريق بيزيد يوم عن يوم. لاحظي ان الاهلي عانى كثيرا من غيابات، عانى كثيرا من سوء تدبير الحاجات في الموسمين، ولسه في غيابات من لا كمان في الموسمين اللي قبل، حتى لو كان فيهم نتائج جيده ساعتها او ممتازه كمان، لكن فكره التقليل المساحات العمريه، فكره جذب نجوم جدد، ما كانش فيها تنظيم، عشان ما نبخس حق الإدارة السابقة، كانش فيها تنظيم فعال، لأنه لجنة الكرة لم يكن يقودها كرويين حقيقيين من أبناء النادي، وبالتالي الأهلي بعض النواقص، لكن بيعوضها هذا الانضباط الرائع، بيعوضها أنه الأجواء تسير نحو لعب جماعي. يمكن كارتيرون لمسته بانت في النجم اللي جابه للدفاع، الراجل يعني الحقيقة سليف، عامل حالة سليف كوليبالي طبعا، عامل حالة رائعة من ضبط الأداء الدفاعي. صحيح. اللي كانوا الناس تقعد تقول يعني اللي بيريد انه يدي الأهلي كتف يقول لك لا ما فيش دفاع، لا بس كان فعلا في شوية مشاكل في الدفاع مؤكد، لكن كان يحتاج ضبط، مش ما فيش الأهلي ما ينفعش يتقال ما فيش، وبالتالي تم ضبط الأداء ده، ومن ثم أنا بقول لك الرهان الآن على الجماعية، ربنا صحيح. بس يكفي التيم شر الإصابات، لكن الجماعية ما تقولش إن النتيجة خادعة، وإن كان الفرق الأفريقية في تعودهم على الاحتراف الحقيقة هم أفضل من المصريين، بيلعب بلا يعني ما بيخافش، وبالتالي ممكن يهاجمك، ما يلعبش بقى ديفنس واللي يحصل يحصل، ممكن يلعبوا في خارج ملعبهم أفضل، ولكن وضح فارق الخبرات انه لصالح الاهلي تماما. يعني خليني اسال حضرتك، لما كلمناك في التليفون يمكن قبل المباراه بيوم واحد بس، قلت لنا ان انت عندك تخوفات من رئيس نادي هورايا كوناكري الغيني. الناس كلها قررته، حتى بعض الزملاء يعني الافارقه من الشمال العربي الافريقي، لا هو راجل حوت مالي، وبالتالي في افريقيا هو وفي مازيمبي كده برضو قياده اخرى، الاستثمار عندهم بطريقه يعني فيها انه جلب المنافع مش بقى الافاده والافاده. وانا قلت لك لو انت فاكره هناك فارق بين شخص يعني نسميه حوت مش هنقول فاسد، وبين دوله، يعني الدوله الغانيه نفسها قبلت الاهلي كما يستحق النادي. صحيح. الاهلي صحيح. يعني الحكومه نفسها، وزير الشباب والرياضه ما علمت انه كان بيسال عن البعثه دايما، طبعا سفارتنا كالعاده كل السفارات بتقابل كل الرياضيين الحقيقه بطريقه مفرحه، وبالتالي لازم تعزلي ده. وقلت لك انه الخوف من انه يبقى طايش، لانه
قلق لما لقى بمعنى ايوه كان عاوز ينثر يعني فكرة المادة مقابل إرضاء واحد من طاقم التحكيم. في بعض الفرق الأخرى قد يجد لاعب ينال هدية أو شيء ما، طبعا مع المصريين بقى لا طبعا ما فيش الكلام ده الحقيقة، وده شيء مشرف في اللاعب المصري. لم يسجل التاريخ سابقا من النوع ده، اللهم إلا بقى البشر اللي عايزة تخترع الاختراعات دي جديدة علينا يعني. صحيح. ولكن يبقى أنه بالفعل زي ما قلت لحضرتك الحكاية كلها مع الرجل ده أنه رجل مالي، والماليين في البلاد دي يعني بيمصوا دم شعبهم. طب مش هيمصوا دم فريق أو منافس أو حتى منافس خارج أطر الرياضة، وبالتالي خلاص راحت حالة الخوف دي لدرجة أنه كان طبع تذاكر أكتر بحسب معلوماتي، لكن ما حدش راح. الناس اللي فرق عليها زي اللي بيقول عليهم هنا الهتيفة، خدوا الفلوس والتذاكر وعرش، قال يعني عايز يعمل ممر غير آمن للنادي الأهلي يشوفه جمهور كتير. طب حضرتك ايه شوية دماغ، لانه في الاخر الأهلي مر في وسط عشرات الالاف بل مئات الالاف من الجماهير، وياما زمروا وطبلوا الناس من قبائل. صحيح. وحاجات حوالين الأهلي. صحيح. فدي اتقفلت تماما. صحيح. لكن بكاري جسامة يعود مجددا، وانا بقول للإدارة الحمراء اكيد هي منتبهة، بكاري جسامة ده غرم الأهلي بطولة، احذروه المرة دي. والحقيقة انا معرفش ليه المجلس السابق رغم انه يعني اتقال انه رئيس النادي وصلوا انه كان الراجل قابض ورفضوا الشكوى في حقه، وبالتالي ظهر لنا تاني. عايزين بقى المرة دي نبعت رسالة سريعة ان شاء الله لما الأهلي يصعد انه بكاري جسامة لا ما يبقاش علينا يعني. ان شاء الله. طيب استاذ عصام نطلع لفاصل الاذان ونرجع مره تانية نكمل معاكم بقيه كلامنا مع استاذ عصام شرطوط الناقد الرياضي الكبير. احنا سريعا لسه مكملين معاكم حوارنا مع استاذ عصام شرطوط الناقد الرياضي الكبير، طبعا رئيس تحرير التنفيذي لليوم السبع. مساء الخير على حضرتك مره تانية. منوره يا استاذ. طيب نرجع بقى نتكلم تاني عن لقاء هرايا كوناكري الغيني والنادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. شايف اللقاء القادم هيكون عامل ازاي هنا على ملعب السلام؟ لقاء حذر جدا، لقاء يحتاج مزيد من التركيز. فرقه الاهلي دايما مركزه، دي عوايد الكبار، لكن مزيد من التركيز لانه نتيجه 0-0 دي دايما هي الاصعب. يعني التعادل خارج ملعبك باهداف ده شيء عبقري يعني. صحيح. لكن 0-0 دي بتخلي الفريق زي ما قلت لحضرتك انه بيبقى ماسك بتلابيب الموضوع. صحيح. ما هو كده كده كني بلعب في ملعبي او بره ملعبي، هي دي التسعين دقيقه الاخيره. فلو جبت جون هيخلي فريق البلدي يحاول للتعادل، فالواحد واحد تنجز عن 0-0، وبالتالي مزيد من الحذر، وبالتالي هدف مبكر يا أهلي. يعني ده نداء مش مبكر بقى بتاع الصربعة، هدف يبين سيطرة الأهلي وفارق الخبرات والإمكانيات. صحيح. ده هيكون هدف الصعود إن شاء الله للمباراة قبل النهائي. تعتقد كارتيرونو هيتصرف ازاي بقى مع النقص في بسبب طبعا الاصابات والمشكله اللي عندنا في خط الدفاع؟ لا دي بدائل، ما عندوش مشكله ابدا، هو خلاص بيقدر يعوض دلوقتي بايمن اشرف اللي بيلعب شمال او سيرد باك. هي طبعا الحاوي وليد سليمان هو الورقة الرابحة. صحيح. نتمنى يا رب انه يكون يعني ان شاء الله جاهز، لكن باقي يعني سدود النادي الاهلي يمكن صحيح ممكن يكون هناك فارق بين السولية واللي بيعوض مكانه لان السولية لعب اكتر. صحيح. انما في الاخر البدائل موجودة. قد تكون ما بتحظاش باللي هو ايه امتياز مع مرتبة الشرف، لكن على الاقل امتياز. يعني في الاهلي او الفرق الكبرى، يعني في اللقاء اللي فات شفنا سعد سمير اتصاب نزل مكانه محمد نجيب، بس كمان هو كمان محمد نجيب رجل المهام الدائمه الخاصه جدا. اي لاعب مش في النادي الاهلي وتحت هذا الكنترول اللي جزء منه معنوي انك بتلعبي في النادي الاهلي وجزء منه او الجزء الاكبر اداري، ما يبقاش جاهز كده وهو بيلعب كل كام ماتش ومواجهات صعبه مش مباريات وديه. انما بقول لحضرتك في عند الانديه الكبيره والاهلي مصنف عالميا، حتى كلمة دكة بدلاء يصعب تقوليها على الفرق الكبيرة دي، تقولي عنده بنك احتياطي يقدر يسحب من الرصيد ده في أي وقت، وبالتالي أنا مش خايف من التعويض. مش حابين كإعلام نقعد نقول مين بالظبط بدل مين ومين مصاب، لأنه ده دور يجب ألا نظهره تماما. كمان الإعلام دلوقتي مسمع في كل الدنيا. صحيح. وبالتالي اللي عايز أقول لحضرتك إن التعويض قائم بنسبة ترقى ل 99%، وده كده ما تشعريش بفارق. انما الحمد لله ان الاصابات جت مع فرقه
الكلام عن مستواه الفني انا اسف مع احترامي للمحللين وان كرة القدم لا تعترف بصغير وكبير والسلوجانات دي كلها، لكن في الاخر لا، في صغير وكبير في النادي الاهلي وتركيزه، وفي فرقة طمعانة انها تدوق طعم الكبارة في الكرة مع النادي الاهلي. كل الفوارق دي لصالح النادي الاهلي. يبقى بقى نفس السطر برضو، ولكن كرة القدم تعترف بالواقع. طبعا تعترف بالواقع، وبالتالي حتى الواقع والتاريخ والحاضر والمستقبل بيؤكد ان الاهلي ان شاء الله صاعد للدور قبل النهائي. خليني اسال حضرتك عن رايك في لقاءات دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا، لقاء وفاق سطيف والوداد المغربي اللي انتهى 1-0 لصالح وفاق سطيف. لا ده الماتش ده بيحمل معاني كتيره من كره القدم. 20 دقيقه او اكتر سيطره كامله للوداد، لدرجه انه يقن حتى كعاملين في الوسط انه يبدو ان الوداد يعود، لان الوداد في مركز متاخر في الدوري صحيح. المغربي السنه دي على فكره، وبالتالي تصورنا ان هو يبقى ليه يعني افضليه، لكن فجاه استعاد يعني الفريق الجزائري وفاق سطيف كامل عنفوانه، ضيع فرص وفاز بفارق هدف، وفارق هدف هيزعج جدا فريق الوداد على ملعبه. طبعا الكرة الجزائرية كرة محاربين الحقيقة، وبالتالي وفي حضنهم هدف وهم رايحين الماتش الثاني هيضايقوا قوي الوداد، انما هم دول لانه فريق منهم هيلاعب النادي الاهلي، هم دول اللي تحت الضوء عندنا اكتر من باقي الفرق. انما في الاخر واضح كده انه يبدو انه فاق سطيف هيبقى عنده افضليه، لانه يصعب في خيالك وانت تعملي في حقل كره القدم ان وانت بتبصي كده على وفاء سطيف تقولي ده يتغلب 2-3، وبالتالي هو لا دي رصيد الهدف اللي قلت لحضرتك عليه حتى لو كان تعادل 1-1، لكن لا دي رصيد صحيح. هدف فاز بيه بثلاث نقاط. طيب خلينا نروح بقى للقاء اخر، اول اغسطس ومازيمبي. طبعا اهم حاجه في اللقاء ده كانت الصوره. الصوره معانا؟ ما هو اول اغسطس ده انجولي الصوره، جيلبرتو رمز للانتماء، جيلبرتو وتيشيرت النادي الاهلي وتاريخ حافل جيلبرتو طبعا، ونص التاني فلافيو، وازاي هم على فكره مش غريب ان جيلبرتو يرتدي يعني شعار وتيشيرت النادي الاهلي في افريقيا، لان هو وفلافيو تاريخهم اللي هم بيحبوه، انا مش بقول انه تاريخهم الذي صنعه الاهلي، اللي هم بيحبوه بيتكلموا عنه كان جوه دايماً النادي الاهلي، كان فتره النادي الاهلي صحيح. يعني لما يروح بتيشيرت ملعب لفريق من بلده الاغرب انك تلاقيه بيجي مصر اجازات عشان يزور النادي صحيح. اللي عاش وتعملق فيه هو ونصفه الاخر في لافيو. على فكره اعتقد ان جيلبرتو في قادم الايام يعني او في المستقبل القريب هيبقى واحد من قيادات الكوره في انجولا بلده يعني، وبالتالي مشهد بيقول انه عائله الاهلي ليها قرايب ونسايب حتى خارج الحدود صحيح. مش بس يعني صحيح. مصريه عربيه، لكن كمان قاريه ودوليه صحيح. في الاغلب الاعم يعني. شفت اللقاء ده ازاي؟ لقاء اول اغسطس ومازيمبي اللي انتهى بالتعادل السلبي. شفت كره انجولا اللي زادت قوي مع احتراف لاعبتهم، عشان الناس هنا لما بنتكلم على الاحتراف الخارجي وانه ده الاساس، مش ان انت تفضل تصدر داخلي، ها بيقولوا لنا يا عم ازاي، لا هو ده الكره الانجوليه افادها جدا انه بقى عندها احتراف خارجي مبكر من قرابه ال 20 سنه صحيح. وبدات اللعيبه تزيد طموحها. ايضا فتره مانويل جوزيه رفعتهم لدرجه انهم وصلوا في بلدهم للدور قبل النهائي في بطوله افريقيا، وده رقم كان صعب عليهم، ولو البعض ساعتها حلل انه انجولا في قبل النهائي امال مانويل عمل ايه، لا عمل ان خلاهم في الدور قبل النهائي صحيح. بل على العكس زادت طموحات لاعبيهم. انما مازيمبي فريق يحمل تاريخ، وان كان فريق عنده حوت زي الراجل اللي قلنا عليه، دائم الصرف ثم يعرض منتجه في بطولة أفريقيا ليبيعه في أوروبا، وبالتالي ما بتفرقش معاه كتير حجم البطولات بقدر العوائد المادية، إنما هي مباراة يعني القسمة فيها على اتنين كانت حق للفريقين يعني. الترجي والنجم الساحلي. الترجي والنجم الساحلي. المباراة طبعا انتهت لصالح الترجي 2-1. يعني الحقيقة بيبين إن الأهلي يظل فارس الرهان، وإنه مزعج جدا للكبار من حوله يعني. شوفي هم بيلعبوا مع بعض ازاي، وشوفي لما بيلاقوا التيشيرت الاحمر او الشعار الاهلاوي حتى لو بدل التيشيرت بالازرق، لا هناك فارق معنوي بقول للجيل ده من النادي الاهلي، استغله دائما بانك تبقى جاهز ومجهز نفسك، لانه انت معاك شعار بيخليك فارق لك حوالي 25% قبل
ما تلعب، لكنها مباراة كانت مباراة قوية الحقيقة. طيب خلينا نروح من النادي الأهلي لمنتخبنا الوطني الأول، لكن قبل ما نروح للمنتخب والكلام عن المنتخب، النهاردة سألنا الجمهور، اسألوا أستاذ عصام شلتون، فتعالى نشوف معاك كده الجمهور بعت لك بيقول ايه. دعاء بتقول، دعاء الخضري بتقول مساء الخير عليك يا شيما وعلى افضل ناقد رياضي، وحب اساله على رايه في اداء النادي الاهلي قصاد هورايا كوناكري وعن حظوظه في التاهل للسيمي فاينل. انا بقول لها ما تقلقيش، الاهلي بمن حضر، طالما انت اهلاويه دعاء صح؟ طالما هي اهلاويه لازم تعرف ان الشعارات دي في النادي الاهلي مش من فراغ. الاهلي بمن حضر دي حقيقه، لكن اضافه النجوم السوبر بتبقى طبعا ليها طعم تاني. اكيد. كمان احمد اسماعيل بيقول مساء الخير عليكي يا استاذه شيما، بشكرك جدا وعلى افضل ناقد رياضي في مصر، بشكرك جدا برضو. نعرف منه فرص الاهلي في افريقيا والدوري المصري والمنافسه على الدوري ورايه ايه في مستر كارتيرون. طيب هو خلاص استاذ عصام رد على فرص النادي الاهلي في افريقيا الدوري الاهلي في النهائي يا ابو حميد ان شاء الله طبعا، لكن الاهلي ان شاء الله في النهائي. بالنسبه بقى للدوري المصري، بالنسبه للدوري المصري هو اولا حامل اللقب، ثانيا حتى الان لديه فرص كامله، لديه مباراه مؤجله، لديه 3 نقاط اتنشلوا وقبليهم نقطتين برضو كده في تعادل. فتبقى الامور واضحه ان المربع الذهبي صحيح ساخن جدا لكنه بزعامه الاحمر الاهلاوي، انما الزمالك برضو شايف انا التيم بتاعه بيعلى، إذن ستبقى المنافسة أعتقد يعني زي ما بيقولوا بتوع السباقات الجري لغاية الخط الأخير يعني. أوكي. طيب كمان أحمد إسماعيل بيسألك وبيقول لك رأيك إيه في كارتيرون، هل تقدر تقول رأيك فيه دلوقتي يا أستاذ عصام؟ طبعا. هو راجل ناجح، هو مدرب. أولا المدربين الناس فاهمة أنه المدرب ممكن يعمل حاجة من أول لقطة، لا، من أول لقطة ممكن يبان أنه مدرب كويس في تعامله مع النجوم، في تحضيره مش للي بيلعبوا 11 والثلاثة اللي بيغيروا، في تحضيره ال 20 أو 23 لاعب يبقوا جاهزين. كارتيرون عامل ده، وبالتالي مع إضافة شوية ملح وفلفل كده لا هتبقى الطبخة الحمراء دي حاجة كده مشبعة وطعمة وحاجة جميلة يعني. كمان مهند البنداري بيسلم عليك وبيقول لك انا عايز اسالك على رايك في اداء النادي الاهلي بشكل عام في المباريات الاخيره مع فتره كارتيرون، وهل في ظل مستويات الفرق الافريقيه الحاليه والسكواد الخاص بالنادي الاهلي هيقدر ان هو يفوز بالبطوله الافريقيه؟ ما هو يقين ان يفوز. الناس مش برضه مش عشان تقديم المشيئه وبس يعني، ما حدش قابض على الامور للدرجه دي، لكن بمستوى الاهلي الحالي وبمن حضر لا اعتقد انتوا كجماهير شفتوا المباريات كلها في دور الثمانيه، لا الاهلي يمكنه ان يفوز، بس نشيل ببساطه اللي كان ممكن نقولها وهنقولها مع الاهلي الموسم القادم مع بعض زي ما قلت حضرتك الاضافات. صحيح. انما لا الاهلي يمكنه ان يفوز، او العريس الاحمر المره دي الاميره السمراء مش هتسيبه وهو كمان مش هيسيبه. كمان طارق موسى بيمسي عليك وبيقول لك امتى بقى مباريات النادي الاهلي هترجع مره تانية لاستاد القاهره، وكمان العاب الصالات هترجع تاني في استاد القاهره؟ اعتقد انه قريبا، واعتقد انه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره في سعيهم حتى وقت نشر الدستور وذهابهم للسيد الوزير واللجنه الاولمبيه كان اغلب الكلام، انا بس مش عايز افصح عن كامل المشهد، عن العوده لاستاد القاهره. بس استاد القاهره على فكره في تعديل في ارضيته عشان تبقى ارضيه عالميه الحقيقه. صحيح. ارضيه بمقاييس عالميه، الارضيه النجيله نفسها. وبالتالي قريبا يلعب الاهلي في استاد القاهره، مش قريباً. بس في القاهره قريبا. طيب كمان اسلام الشرقاوي بيقول لنا صباح الفل يا شيما وعلى طبعا الناقد المحترم عصام شلتوت وعلى احلى واعظم قناه، قناه النادي الاهلي، بيت كل الاهلاويه، واللي بيشتري الكيان بكره الكيان يعمل اسمه على حيطه الكيان، لكن اللي يبيعه بكره يعرف احنا الجمهور والنادي هيعملوا ايه. ماشي. سؤالنا بقى للناقد الرياضي عصام شلتوت، ايه هي طبعا طبعا ده عشق النادي الاهلي، ايه هي الصفقات القادمه للنادي الاهلي او ما هي الصفقات اللي محتاجها النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك؟ النادي الاهلي محتاج، واحنا كده يعني بنقول له اطمن، لكن بنقول له محتاج مهاجم سوبر جدا، شغلته مهاجم مش المدربين بيطلعوا افضل ما عنده، وايضا لاعب وسط مدافع وظهير. 3 صفقات. الله يرحمه ابن الاهلي برضو الكابتن عمود الجواري كان يقول الاعمده او زي العمود الفقري يعني مش الفقري. الفقري. وبالتالي هي 3 صفقات كافيه جدا يعني. طيب. مع
الوضع في الاعتبار انه الاهلي معاه صفقات ستفصل عن نفسها يعني صلاح محسن وناصر ماهر واحمد حمدي. طب لو اتكلمنا عن الصفقات القادمه ان شاء الله في يناير القادم، مين مثلا لو حضرتك تقول لي لو في لاعب في الدوري المصري الممتاز لاعب محلي مين هيكون موجود مثلا عندنا في النادي الاهلي في الدفاع او في وسط الملعب او في الهجوم؟ مش عارف لانه في كده زي ما تقولي ضبابيه، فتحتاج انه اللاعب اللي هو مش هيقدر يلعب الا مع النادي الاهلي زي نجمنا حسين الشحات ما بيقولها صحيح، هو مرتبط بالعين ومحترم عقده ودي قواعد صحيح. احترافيه لانه الراجل ده بيحب الاهلي قوي عموري، لكنه بيقول انا لن العب كمحترف الا بعقد احمر، ده طبعا وارد جدا لو قدروا يعوضوا عموري اللي باعوه في السعوديه او باعوا عقده طبعا مش الشخص، وبالتالي اعتقد انه الاسماء طرحها دلوقتي يقلل التفاوض معاها يعني لانه فعلا هناك من يحاول ان يسابق الاهلي مش بصوره رياضيه لا بوضع عراقيل، يعني ايه انا وانت في سبق فبدل ما انا اجري وعايز اسبقك بالجري اقول لحد ايه احذف عليها طوبه كده وهي ماشيه قاعده تعطل. بس خليني برضه اقول لحضرتك يعني في عندنا كام مهاجم سوبر اصلا في الدوري المصري او في كام مدافع كويس في الدوري المصري؟ احنا عندنا اصلا مشكله في المدافعين في الدوري المصري. هو مدافع واحد في انبي اعتقد والاهلي حاول معاه لكن مش عارف ليه المؤسسه البتروليه العظيمه دي يعني استمسكت اللي هو رامي رامي صبري بالطريقه دي فراوده، يعني انا يعني مش حاسس انه في مهاجمين سوبر لكن في مهاجمين مبشرين، هي بس فعلا انا مش عايز افصح عن كام اسم كده لان الامانه تستدعي ان نسيب الناس يعني في لجنه الكوره تقولهم لي بعد الهواء والتعاقدات ممكن اقولهم لكن وانا عارف ان الجمهور هيوقعك وهتقولهم. طيب نروح برضو لتويتر. تويتر حمدي بعيد بيقول لك ايه الحل لمشكله التحكيم في مصر؟ الحل انه أيوة. اتحاد الكوره ياخد قرار ان عضو مجلس الاداره الكابتن عصام عبد الفتاح ما يبقاش رئيس اللجنه اولا، ثانيا ليس عيبا ان ناتي باحد القمم التحكيميه مش محاضره ويجري، يقعد هنا ست اشهر وكانه رئيس اللجنه، اتعمل حوالينا واتعمل في اوروبا واتعمل في افريقيا صحيح طبعا، وبالتالي التحكيم المصري يستحق بعثات خارجيه ثم ان ياتي هنا خبراء تحكيم ويبطلوا الجمل بتاعه بر الامان مش عايزين مشكله ما تغرقناش، لا حاجات لو قلناها الناس هتزعل قوي من اللي بيديروا التحكيم صحيح، ان واحد يقف قدام شاشه فيبرر ويقول لك عندنا تحكيم عالمي والتاني يقول مش عارف ايه، انتوا كده بتقصوا على الحكام نفسهم يا ساده يا كبار يعني، وانا بقول للكابتن جمال غندور والكابتن عصام والكابتن الشناوي ان دماء التحكيم المصري في رقبتهم هم صحيح، هم عليهم انهم يقروا بالمربيه الاجنبيه ليس عيبا، مصر كم خرج منها نجوم كرة قدم كمدربين في بلاد عربية وأفريقية، كم خرج منها من أطباء ومهندسين وخبرات، عندنا راجل بقى في الفيفا ثلاث دورات بالانتخاب وأصبح لأول مرة رغم أن ده دستور الفيفا عضو دائم طوال حياته، وهنا بريده ربنا يديله الصحة، لكنه نتاج عمله ده أصبح شخصية كروية صحيح. عالمية راضينا أم أبينا وبالتالي إيه العيب بقى أن أنا أجيب كلينا أجيب أي اسم يعيش هنا سنة يعني، ساعتها بقى هيقول لنا وهيشاور هيشاور للإعلام، فالإعلام هيقول لهم لا إحنا مش عالميين، لا إحنا يا دوب قاريين صحيح. لا إحنا في المنافسات العالمية لازلنا مهزوزين، مع الأخذ في الاعتبار أن كلهم أو ثلاثتهم أو اتنين على الأقل زي عصام عبد الفتاح وجمال غندور مندياليين وذهبوا ولعبوا وكل شيء، لكن ليست هكذا تؤخذ الأمور يعني، زي كده زي ما بتمنى واحد فيهم رئيس لجنة في بلد عربي أو مشرف على الحكام في بلد عربي إيه في إيه؟ أنتوا ليه قاتلين المنافسة؟ ثم النهاردة هو بتعلن أنه أهلا بالحكم الأجنبي مادام هتسدد وأهلا بالفار انت مين فيهم؟ بما اننا بنتكلم دلوقتي عن التحكيم فالخبر اللي معانا دلوقتي عنوانه بيقول اتحاد الكره يستعد لتطبيق حكم الفيديو ويرحب بالحكام الاجانب. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، انت من الاول اصلا ايه مشكلتك انك مش تقول من الأول؟ عايز حكم اجنبي يتفضل ويرفع الحرج عن حكامي لغايه ما يبقى عندي الجيل النابه اللي منه جهاد جريشه ومحمد امين عمر ومحمود، يعني بس خايف الاسماء تقع ومعروف والله صحيح. خايف الاسماء تقع. طب ليه ست جولات يقعوا؟ لانه الاشخاص دي لو ادارتهم منظومه صحيحه هيبقوا عالميين بجد بقى. فانت النهارده من اللي عايز يجيب حكم ما يجيب يا عم بدل ما يدفع انه بفلوسه. صناعه يا عم صناعه مين اللي قال لك كده؟ ده انت بتجيب فقره
للتحكيم تعليمية ومش هتغرم فيها حاجة. الفار بقى كده لأن الفار تجيب 100 فار، يعني ايه الكرة ما تكسبش تمن الفار؟ هو ايه هو فار بلاستيك عادي يعني؟ فالقصة كلها ان احنا لازم نعتمد على التحديث، لكن صحيح. هتبقى ام الكوارث. ها بس انا شايف الخبر من اتحاد الكرة منضبط، يعني هيخاطبوا الاتحاد الدولي عشان يشوفوا عايزين نركب اللوند ازاي في الفرح ده عشان ما يبقاش فرح بلدي. ليه؟ لانه اعتقد بيقولوا قرابة من 20 ل 30 كاميرا باخراج يعني مكان خاص جدا للفار. انا اسف مش مونيتور واحد يقول له بص يا جدع حاسب كده وريني، طب وريني رجله، طب ما تشوف كاميرا شالتوك كده، ما كانش عند كاميرا تشيمو. لا 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 الموضوع مش كده خالص. وبالمناسبه في النهايه حكم الساحه يطلب ها يقولوا له تعالى لتراها هنا. على فكره هو صاحب القرار في الاخر، يعني اللي عند الفار دول لو قالوا له فار في الهوا شاشه ما لهمش دعوه. يعني بيلن لا، انا بقى بعد ما شفت معاكم هنا مش بيلن، لانه القرار الاصيل في يد حكم الساحه في صحيح. النهايه صحيح. وبالتالي لا يا ساده مصر تستحق تطبيق كل النظم العالميه بلا حرج. خليني اسال حضرتك، لو كان تم تطبيق بقى تقنيه الفار من قبل ما يبتدي الموسم ده، وتم برضو الموافقه على الاستعانه بالحكام الاجانب للانديه اللي هي عندها رغبه ان هي تستعين بحكام اجانب على حسابها، كان حصل ايه في بقى جدول ترتيب الدوري لغايه دلوقتي؟ كان الاهلي هيبقى عنده 4 نقط غير دول، الاسماعيلي كمان كان هيبقى عنده نقطتين، والمصري كان هيبقى عنده نقطتين كمان، كان هيبقى في تحول، كان هيبقى في تحول في التركيب. الكوارث التحكيميه مبوظه جدول ترتيب الدوري. الجونه حتى النجوم الوافد الجديد اعتقد طار منه نقطتين برضو، بيراميدز ليه نقطتين من ماتش، وبالتالي كان في اعاده صياغه يعني، بس برضو اللي قلنا كان ليهم نقط بعضهم كان هيقع منه نقط تانية. صحيح صحيح. يعني حضرتك شايف طبعا اكيد ان الموضوع ده ليه اهميه كبيره جدا جدا طبعا. طيب محمد الدولي بيقول امتى النادي الاهلي هيدعم الصفقات اللي ترجعه لمستواه القوي اللي معروف؟ الموسم الحالي ان شاء الله هم في يناير القادم. يعني هو الشغل شغال على يناير ثم الانتقالات النهائيه في الصيف، لان دي الحقيقه بتبقى الباب مفتوح فيها اكتر، لانه بيبقى اغلب اللاعبين حول العالم. في الشتاء الاغلب منهم بيبقى يمكنه التوقيع، لكن الانتقال الفوري البعض في يناير، لكن الاغلبيه بتبقى في الانتقالات الصيفيه. صحيح. استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع نورتنا النهارده في كلام في الميديا. يعني الوجود في قناه الاهلي هو شيء مهم وشيء بينور اي حد، وطبعا معاك انت شيء معنا منعزك. الله يخليك يا كابتن عصام. الله يخليك. متشكر جدا. الله يخليك. بشكركم طبعا مشاهدينا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.